بزراعة أشجار الزيتون أحيا الفلسطينيون الذكرى 47 ليوم الأرض، لتكون الحدود الشرقية لمدينة غزة نقطة انطلاق الفعاليات والمسيرات ليوم الأرض، والذي يتزامن مع دعوة فلسطينية لمساندة فلسطيني الداخل المحتل والقدس والضفة الغربية مما يعانوه من قمع وتهجير قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا اليوم يتوحد الفلسطين في وطن واحد من فلسطين 48 والضفة والقدس وغزة، وأيضا فلسطيني الخارج الذين يحيون أيضا هذا اليوم ليوجهوا رسالة أولا للمحتل بأن الأرض لا تنسى، وأن الفلسطيني أينما وجد يرنو نحو العودة والتحرير. وضمن مشاركة شعبية وفصائلية موحدة بغزة، أكدت الفصائل تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية وصموده في وجه الضغوط والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة بابتلاع مزيد من الأرض المحتلة عبر المشاريع الاستيطانية، ليتوحد الكل الفلسطيني من أجل دحر الاحتلال وإزالة الاستيطان ونيل الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ومتمسك بحقه بعودته إلى هذه الأرض باعتبارها حقوق ملازمة له، حقوق قانونية وتاريخية وسياسية وإنسانية لا يمكن التنازل عنها. وجاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير الفلسطينية في أراضي 48 عام 1976 معلنة عن صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخضت عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بيوم الأرض. الفلسطينيون يتشبثون بكل شبر من الأرض الفلسطينية مهما بلغت الاعتداءات الإسرائيلية من ذروتها على مر العقود. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة فلسطين.